أي شاب محتاج يبدأ حياته أو محتاج يفتح مشروع بطريقة معينة، إن إحنا نقدر نقدم فرصات جدوى حقيقية. نروح على تجربتنا، بدأنا شغلنا في الشركة سنة 2008، إحنا 3 أخوات قعدنا على الطريق مع بعض، كنا عايزين نفتح مشروع، فكرنا كنا نبدأ في موضوع الصناعة، يعني مثلا عشان موضوع الصناعة جدا إن هو بيفتح فرص عمل كتير جدا، كمان في أفكار إبداعية كتير ممكن نقدر نشتغل عليها. فخدنا التجربه دي كنا ننفذها للشباب عن طريق جمعيتنا، بنحاول ندي قصات جدوى حقيقيه، بنحاول نعمل شغل تسويق حقيقيه باستخدام التكنولوجيا الحديثه. السوشيال ميديا هي دلوقتي طبعا موفره جدا، وتقدر توصل لعدد كبير جدا من المستهلكين او الفئات المستهدفه. بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نقدم حاجه كويسه. شكرا.